روما تمريره لحمد الله، محاوله مرور حمد الله، مر حمد الله، تغطيه من البلاهي، يتدخل في الوقت الحاسم شهراني. الهلال يحاول استحواذ على الكره في هذه الاثناء. ميشائيل امام اكثر من لاعب، لاعب مهاري، تمريره حلوه على جهه اليسار، خطيره، مرور وكره وصافره وركله جزاء. نعم نعم، ركله جزاء هلاليه. جروي، فرصه هلاليه في هذه الاثناء. ميشائيل ترك لسلمان بكره عرضيه ولكن الصافره من جانب حكم المباراه، ويحتسب هنا خطا على ما يبدو لمصلحه الاتحاد. يا عبد الله، الدبور لعبد الرزاق، عبد الله وكره، يا الهي ضاعت اخطر فرصه يا اتحاد. محاوله اتحاديه من جانب عبد الرحمن العمود، مر 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 مر، تمريره لروما، روما رومارينيو، روما مر، روما بتمريره لكولادو، خطيره، تسديده، كره صافره، ركله جزاء. ترقب، انتظار، روما 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 داخل منطقة الجزاء، تمريرة والدبور، لكن التغطية في اللحظة الأخيرة طويلة خطيرة، لكن أجرو يتدخل، لا زالت تسديدة، سيجري تغيير اضطراري على التسديد، تمريره حلوه وكره وفرصه، يا الهي مستحيله هذه اللقطه، هذه الكره، هذه الفرصه، يا الله تسلل على رومارينيو، لقطه كانت قريبه على مرتين للاتحاد. روما تدخل رائع قبل أن تفكر في الوصول إلى مرمى الاتحاد، هذه خطيرة وكرة وفرصة، لكن الباهي يتدخل داخل منطقة إيجالو، تحضير، تسديدة، هذه أهدافك يا تورنيدو. الميدان سالم بتمريرة لكن فيها تغطية، تصل عندها ميشائيل، مر ميشائيل، تسديدة،